قصف بالطيران الحربي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران الحربي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف مدينة مولك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 16/10/2014. الله أكبر الله أكبر. ايش ازيز؟ ايش ازيز سادس خليل الارض سخنة. هذه احدى الشظايا من الصاروخ من الطائرة الحربية التي القته منذ قليل في هذا المكان. ولا يزال الدخان يتصاعد. قصف الطيران الحربي على مدينة مولك بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 16/10/2014. ولا يزال الطيران الحربي في الاجواء.